الدكتور محمد الطلبي مفكر إسلامي من نوع خاص يبلغ من العمر 94 عاما، قضى معظمها في الغوص بين آيات القرآن الكريم ليخلص إلى أن القرآن هو المدخل الأوحد لفهم الإسلام، وصاغ تلك الرؤية عبر عدد كبير من المؤلفات أبرزها كونية القرآن، مرافعة من أجل إسلام معاصر، مفكر حر في الإسلام، أسس جمعية المسلمين القرآنيين. له مشروع مهم في تجديد الفكر الديني مكون من ثلاثة أجزاء، وهي: ليطمئن قلبي، الإسلام ليس حجاب، انتفاضة الطالبي الثالثة. هو يدعو دائما بكل جرأة إلى تنقية تراثنا الفقهي من كل ما يتعارض مع النص القرآني. في مقر جمعيته في تونس العاصمة كان اللقاء وكان الحوار. فكر الكبير الدكتور محمد الطالبي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء. إذا أردنا أن نبدأ موضوع عملية تجديد الفكر والخطاب الدينيين، من أين نبدأ؟ نبدأ من البداية، من وقت التنزيل. عندما نعود إلى وقت التنزيل جددنا الفكر الإسلامي. نبدأ من التنزيل مثل ماذا يعني؟ من التنزيل من قوله سبحانه وتعالى في سنة 610 من التاريخ الشمسي. نبدأ من كلمة اقرأ القرآن، وهذه معجزة. بدأ بالعلم، اقرأ. فلو مكثنا نقرأ كما أمرنا الله، والله أمرنا أن نقرأ في السماوات وفي الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الأولين. لسوء الحظ لم نسر، نحن سرنا في زمن ما، في زمن كبار أصحاب الرحل قد جابوا العالم وتركوا لنا كنزا ثمينا في ملاحظتهم عما كان في وقتهم لا يقع في بلاد الإسلام الضيقة، ولكن يقع في السويد ويقع في الصين. تركوا لنا آثار جميلة وطيبة يرمز إليها مغامرات السندباد، هو رمزها. كان يغامر بنفسه مرارا ويعود. شجاعة، طيب، حب الأطلاع. لكن فيما بعد أصابنا سبات عميق، وإلى اليوم نحن إن كنا دخلنا طريق اليقظة لم نستيقظ بعد بصورة كاملة. لماذا؟ لطغيان الطاغوت كما يقول السلفيون. أنا أعيد إليهم بضاعتهم. هذه بضاعتكم، ردت إليكم. الطاغوت الذي يطغى على العقل
ويحطم العقل ويحطم العقلانية والتفكير الحر ويجمد الدماغ تجميدا كاملا مع الغباوة كهدية مضافة. نعم، تقصد بالطاغوت هو الجهل؟ الطاغوت هو الجهل، ليس الدكتاتور السياسي. الجهل الطاغوت. الجهل. ماذا يقول الله؟ فمن آمن بالله وكفر بالطاغوت. الإيمان بالله حرية. والطاغوت شيطان يقتل العقل. نعم. ويقتل الطموح ويقتل الفكرة. هو ديكتاتورية مطلقة كاملة لا تترك متنفسا. الطاغوت هو الجهل. هو الجهل. هو الجهل. طيب، تقول أن الحل هو القرآن وقراءة القرآن، لكن ماذا تقصد بالقراءة؟ هل التفسير؟ والله دعني أبتسم. هذا ما يقول لنا الطاغوت الجاهل المنغلق على نفسه. ما هو التفسير؟ يقولون لنا التفسير بالأثر، أي بما روي عن السلف الصالح. نعم. أنا أقول لا نقدسهم ولا نهينهم. نعم. بشر يسيئون ويحسنون ويخطئون ويصيبون ككل البشر. ما هو البديل؟ البديل قول الله، أفلا يتدبرون قرآن أم على قلوب أقفالها. نحن ننزع الأقفال التي على قلوبنا والتي وضعها سلفنا ونحن نعتز به وننتقده في نفس الوقت. نحن معه في حركة جدلية لا في حركة جمودية. أنا أفخر بأن أول جامعات في الدنيا وفي الكون كونت في البلاد العربية. أقدم الجامعات، أقدم الاختراعات، أقدم الاكتشافات. هذا إرثنا. من إرثنا أيضا الحرية الفكرية. يروي رحالة أندلسي زار بغداد في القرن الرابع فسمع بالحديث عما كانوا يسمونه مجالس الكلام. ما هو الكلام؟ هو احتضان الثقافات الغربية والإضافة إليها وإعادة التفكير فيها للتقدم بالفكر البشري إلى الأمام لا إلى الوراء. يجب أن نعرف كانت، يجب أن نعرف نعرف كل المفكرين الغربيين، نعرف المفكرين الروسيون، نعرف تولستوي، نعرف المفكرون الصينيين اليابانيين. بقدر ما تكون لنا ثقافة واسعة وعريضة واطلاع. انظر إلى الشهرستان الملل والنحل كيف أحاط بكل أديان عصره بصفة معجبة إلى اليوم، لأنها كانت على غاية من الموضوعية. فهو يقول الحق بين
وضلاله بين. أنا أعرض الآراء كما هي. نعم. هذا هو التفكير المستقيم المستنير. نعم. التفكير المستنير بأكثر ما يكون من نور، وبقدر ما يكون النور أقوى وملم بقدر ما يكون التفكير له دعائم تجعله يتجنب الخطأ ويأخذ طريق الرشد والحق والحقيقة. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. نعم. ما معنى هذا؟ الإله لم يفرض علينا تفكيرا، لم يفرض علينا قول ابن عباس، لم يفرض علينا حتى قوله، قول الله، الله لم يفرض علينا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله لا يقول لنا فكروا بتفكيري، ويأتي شيخ من الزيتونة ومن الأزهر يعرف الله ماذا هو علمه، وقد يكون أقرب إلى الجهل بكثير منه إلى العلم، ويقول لي أنا أقول لك الحق. وجدته عند الشافعي، وجدته عند ابن القاسم، وجدته عند مالك، وجدته عند أبي حنيفة، وهذا مجر الحق. بغية الحق طلب مستمر، وبقدر ما نتعمق في المعرفة وتكثر لنا المعطيات، بقدر ما يمكن أن نقترب من الحق. الله يقول لنا قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي يصمد أمام كل تفكير لأنه لا يعلم الله إلا الله. نحن نصدق بقول الله، لكننا طلاب حق وحقيقة على طول الأبد، وهذا ما يطلبه منا الله. الله يقول لنا في كتابه أفلا يعقلون، لا توجد كلمة عقل في أي كتاب مقدس مضى، ولو كتاب واحد في القرآن العقل مذكور 40 مرة. ما معنى هذا؟ معنى القرآن عقل وطلب للحقيقة وبحث واسع. والله الصمد، كلما اقتربنا منه إلا واكتشفنا كم هو بعيد متعالي. هو الإله المتعالي ترانسندنت، وهو في نفس الوقت أقرب من عبده من حبل الوريد، معنا في كل مكان. هذا هو الله، نحن نعرفه بقلوبنا، نعرفه بقلوبنا أكثر مما نعرفه بعقولنا، مهما غصنا في معرفته بعقولنا. نعرفه قبل كل شيء بقلوبنا، نعرفه عن طريق المحبة. قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله محبة متبادلة، محبة المتعالي الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
ومحبة القريب من الإنسان أقرب من حبل الوريد الذي يخاطبنا فيما نفعل، حتى في الأشياء البسيطة. يقول لنا على سبيل المثال: لا تدخلوا البيوت قبل أن تستأذنوا. أمور بسيطة يمكن أن يقوله أي إنسان من البشر له نوع من الإحساس. الله قريب يتحدث معنا حديث الحبيب في لغة بسيطة، تتخذ بعين الاعتبار شواغلنا اليومية. هذا إله، هذا إله المحبة. مش إله داعش. داعش الله يهديه، مجرم يقتل في عباد الله، يقتل في عباد الله بأي سبب؟ يقتل المصلين مهما كانت، مهما كان انتماؤهم المذهبي. كيف تقتل المصلين في بيوت الله؟ الله قد يقول لنا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الصومعة التي يتعبد فيها الراهب الله يحترمها. طب وماذا عن خاطب الناس بقدر على قدر عقولهم؟ وأنت تعرف أننا في أمة نسبة الأمية والجهل 40%، فكيف يمكن أن نتدبر القرآن بطريقة الدكتور محمد الطالبي ونطالب هؤلاء البسطاء أن يتدبروا القرآن؟ لأن الله قد اعترضني هذا السؤال. طبعا قد اعترضني وفكرت فيه وتحدثت عنه وكتبت في كتاب سيظهر دليل مسلم القرآني، هو تحت الطبع في المطبعة. دليل مسلم القرآني: الله محبة. قلت: كيف نتدبر القرآن مع التفاوت الكبير بين العقول وبين الثقافات؟ الأمر بسيط. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كل إنسان يفهمها. وقت لله سبحانه وتعالى يقول: أقيموا الصلاة. بسيط، شكون ما يفهمش أقيموا الصلاة؟ عندما يقول: وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة بسيط. وعلى هذا يجب أن لا نكون كالشيطان. الشيطان ما لزه إلى عصيان الله التكبر، كان من المتكبرين. لكن كيف حللت مسألة أن الناس متفاوت الفكر والعقول؟ نعود إلى هذه القضية التي هي القضية الأم. الله قلت محبة. قلت: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يفهمها كل واحد، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات ما يفهموها كأولي العلم، ولكن غير حتى أولي العلم يفكروا 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 وفي النهاية إيش يقولوا؟ كل من عند ربنا. ولا يتذكر إلا أولو الألباب. رجعنا للقلب. القلب كيف نسلكه؟ الراسخون في العلم
والفلاح في مستوى القلب لا يختلفان المحبة. لكن العقل الألباب. العقل. العقل. قولوا الألباب، قولوا العقول. والعقول متفاوتة. قولوا لا، لم يقل الله في هذه الآية ذو العقول، قال الراسخون في العلم. وإلى الراسخين في العلم عارضهم بنسخين، ما همش راسخين في العلم، ليس لهم رسوخ في العلم، ولا يتذكر إلا أولو الألباب الذين لهم ذكاء القلب، وهو يخالف ذكاء العقل. ذكاء العقل قد يؤدي إلى النفاتية، وذكاء القلب لا يؤدي أبدا إلى النفاتية، لأن بقلبه كل إنسان ولو كان ولو أصبح فيما بعد نفاتيا يجد الله في قلبه، على الأقل في مستوى السؤال يسأل نفسه فما ولا ما فماش. طيب، أشعر أني أريد هنا دائما أستحضر ابن رشد وأبو حامد الغزالي، ولكن هنا أريد أن أستحضر ابن عربي والحلاج والرومي. وهنا أسألك عن دور المفكرين المتصوفة في مسألة تجديد الفكر الديني. من يستطيع أن يكون له شعور ديني بدون ما أحس به جلال الدين الرومي والغزالي والحلاج وابن عربي والمعري، حتى المعري؟ وماذا يقول الغزالي في النهاية؟ فكرت 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 فلم أخرج بنتيجة يقينية من أن العقل يقيم الدليل القطعي على هذا ولا على ذاك. عندها قذف الله في قلبي نورا من عندي، نور المحبة. الحلاج محبة الله، ابن عربي محبة الله، ابن الرومي محبة الله، ابن الفارابي محبة الله. كل الصوفية محبة، يصلون وإن كانوا من أكبر العلماء في عصرهم، الغزالي ابن عربي قمة التفكير في عصرهم، يصلون إلى نقطة يجعلونهم يلاقون الله ملاقاة حسية شعورية أكثر من عشق الفتاة للفتاة. يتحدثون عن الذوبان في الله، يذوبون في الله، يفقدون شعورهم، إلى أن يقول الحلاج ما في الجبة إلا الله. شكرا، شكرا، وجزاك الله خير. شكرا جزيلا دكتور.